slow mo. I'm a god, but I actually don't know. Homie, better put your pride aside. My Benz get more like a Volvo. Your best stuff looks like my worst. Synapse is fire and burst. Got the whole crew with me, about to go. I'm like, you can't hang with that. So the job is cheap, look at that moon. Mock to the ana, once we go, like a don't own. Then the more don't be a belly dial. No more data, why? True damage, we do it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا إخواتي، عاملين إيه الأخبار؟ يا رب تبقوا بخير، أحلى مساء عليكم جميعا. قبل أي حاجة نصلي على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. علامة التعجب فيها نطفاي بقى ومش عارف إيه والحاجات الجميلة دي. أول كالعادة طبعا، والله عاملة إيه يا مريم؟ إيه الأخبار؟ تعالوا نمسي على الاتنين تلاتة اللي جم. حبيبي يا خالد تسلم لي على اللفايه، والله يا ماجد تسلم لي على اللفايه، عبد الكومي تسلم لي على اللفايه، احمد محمد تسلم لي على اللفايه، مريم تسلمي لي على اللايك، وندى تسلمي لي على اللفايه، حكشه اسلايه وتسلم لي على اللفايه. انا كده تمام، كل حاجه زي الفل. لفات بقى شيرات، انا مش عارف في ايه يعني. انا حقيقي الفيسبوك في حاجه غريبه، في شيء مش عارف. والله في حاجة مش طبيعية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ماجد حبيبي. حبيبي يسعد الله مساءك حبيب قلبي، صلى على النبي كده ورواقه على الباشا. ربنا يخليك يا مريومة. والله يا بيري تسلمي لي على الكير، يا سكرة تسلم لي على الكير. هلا والله. عاملين ايه يا جدعان؟ في تحدي النهاردة، تمام. انا مش عارف بقى هنعمله ازاي يعني. هو مش هيتعمل يعني، انا عارف ان هو مش هيتعمل، بس احنا هنحاول يعني، هنحاول نعمله يعني، هنحاول على قد ما نقدر. يا سليمان تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي، احلى مسا عليك، منورين يا جدعان. اول عافية يا باشا. نهار ابيض نهار ابيض. احمد فؤاد تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي، احلى مسا عليك. تتكبر يا عم عليا يا عم جيا، مش عايز تقبلني. والله ولا اقدر. يا نهار ابيض، انا اقدر برضه يا عم سكرة. منورين يا اخواتي، والله يسعد مساءك يا سليمان، والله حبيب قلبي اللي منور الدنيا، واخد التوب فان منورة الدنيا اهي. ف
فين المود؟ مود ايه؟ والله قصدك المود، لو قصدك المود ده احنا انا ده شرف لينا يا مريم، والله والله شرف لينا. انا نار ابيض يا لهوي، احنا الصفحة كلها تحت رجلك والله يا مريم، اقسم بالله ما كلام. عامل ايه يا سليمان؟ ايه الاخبار؟ يا مينو تسلم لي على اللفايه، يا موستا تسلم لي على اللفايه، مساء الفل عليكو. مين اللي ما جالوش الاشعار ومين اللي جاله الاشعار؟ يعني قولوا لي كده. شوف سبحانه بيضحك، ايه ده ما اضحكش ليه؟ اعطيني توب فان بليز. والله لو بايدي ادي توب فان، يعني اقسم بالله هديها لكم كلكم حرفيا، يعني بجد لو بايدي هديها لكم كلكم اقسم بالله. يا زعابي تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي. والله بجد يا مريومة انا رافض، احنا يعني عندنا كام مريومة يعني. يا مستا تسلم لي على الشيرات يا حبيب قلبي، والله لعله خير يا بكاء، والله العظيم ما بكاء يا حوكشة. الو بالله عليك يا سليمان تسلم لي على الشيرات. اه سامعك، انت سامعاني صح؟ لا مش سامعاك، ليه؟ انا مش عارفة والله. طب ما تسمعيني. يا عم انا سامعة. تسمعيني. هلا يا سلام، الحمد لله بخير يا غالي، يا رب دايما بخير يا حبيب قلبي. والله يا سليمان تسلم لي على الشيرات دي كلها يا حبيب قلبي يا غالي. هيجيب لكم جيم سولو سكواد دلوقتي. ده ايه ده؟ ده ازاي يعني؟ انت محتاج تحدي جيم ونية 20 كيلو سولو سكواد يا ولا راجل. اوه ايوه ايوه طبعا. قولي لي وايه كمان؟ حبي اطير في لا الهواء وارفص برجليا؟ ما عنديش مشاكل، انا سامع صوت ايه ده؟ يا محمد مريومة يا انت بتعمل ايه يا غدار، محمد؟ انت كويس يا محمد؟ جالي اشعار. طب الحمد لله. اه انا نسيت ان موضوع الكومنتات مش شغال، لازم ابص من هنا. ينفع العب معاك؟ ممكن بعد التحدي يا انجي، عشان عندي تحدي النهارده هحاول احله. اه هحاول اعمله. ازاي مش سامعك نجرب وبترد نعمل عليك من هنا؟ التحدي يا انجي وبعد كده تلعبي معانا. اه دي حقيقة. يا جدعان لو فوتت كومنت كده ولا حاجة معلش يعني ايه، اصبروا عليا علشان الفيسبوك والله فيه مشكلة، الكومنتات فيها مشاكل. يا سيد تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي، اخويا سيد الرايق، والله اخويا سيد الرايق. هات حكشة، ما حكشة معايا ايه، بقول لك يا انجي أكيد معاك. ايوه خلاص يا انجي تسلمي لي على اللفاية. حطيت التحدي بين كومنت. لا فين التحدي؟ استني هيك نقول معلش تاني. اه انت ما شفتش التحدي، شوف معلش التحدي حطه بين كومنت. فين التحدي؟ اه هو ده التحدي ماشي. اه لازم احطه من البي سي. يلا اعملوا لفات على التحدي بقى يا جدعان. اللي مش عارف انا اعمله ازاي ده والله. التحدي بيقول ايه؟ هو التحدي بيقول ايه؟ التحدي بيقول ان احنا هنلعب نجيب جيم 10 كلات انت اللي هتجيبهم، نلعب طول الجيم سنجل اه الاسلحة الاسلحة كلها سنجل. ايوه ونكسب الجيم وانت تكون معاك 10 كلات. اه او في تحدي تاني بديل، يعني لو دوت زهقنا منه اه البديل بقى ايه؟ اه 10 كلة برضه ليك، بس اه طول الجيم هنبقى بالعربية ونكسب الجيم. يلا يا دي اهبل احمد يا استاذ احمد تسلم لي على اللفايه. انا لسه هقول له احمد يا مسعد وبتاع، انا خدت عليه قوي يعني. هي ايه اللعبه فريز ليه كده؟ في ايه؟ الو انت فاكرني هسيبك وبتاع لعه. شفتوا اللعبه وقفت ازاي يا جدعان؟
ربنا ما عارف ايه اللي حصل، هيعملها اوتو ازاي ده؟ مش هعملها اوتو يعني، انا سنجل اهو كده يعني هلعب كده، انتوا متخيلين؟ الموضوع حزين قوي يعني، و10 كل، انتوا متخيلين؟ يا مينو يا مش منة دي المشكلة، المشكلة مش في الكلات، المشكلة في الوينات. وال10 يعني، يعني المشكلة الصراحة يعني يا فيتو تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي، هقوي الرانك بتاعي عشان اعرف العب معاك. خلصانة اللعبة فيها مشكلة، فيها مشكلة فعلا. مين اللي اصلا نزل في بيه؟ قالوا للي هيعمل لوج اوت من الفيسبوك مش عارف تاني. ماشي ما علينا. ايه ده اللعبة في ايه ده؟ لو عملت لوج اوت للفيسبوك قصدك ولا للعبة؟ للعبة لو انت مثلا بتدخل منها من الفيسبوك، يعني لو فاهم حاجة، لو بتدخل الاكونت بتاعك من لا الفيسبوك بدخله من تويتر الحمد لله. عامة، بصوا يعني لو اللعبة من عاملة الفيسبوك ازاي يا جدعان؟ مشكلة. ايه الضحك ده؟ انت كده هتفشخهم ضحك. حصل فتحت حكشة؟ انا في اللوبي من بدري يا غالي. اللعبة عندي بتقدم ضحك. لودينج في حاجة في السيرفر. بسم الله ابتدينا التحدي. ابتدينا الضحك. صباح الخير يا مصر، في مشكلة في الفيس وفي مشكلة في اللايفات واللعبة. انا بقول اقفل اللايف يا فيتو. في مشكلة في كل حاجة. في مشكلة في حياتي. انا بقول اقفل اللايف، بلا لايف بلا بتاع، ايه ناقص اوجع دماغي. اجمد كده، عندنا تحدي. اجمد كده عندنا تحدي. يلا ابتدينا التحدي. بسم الله التحدي. 10 كيل سنجل اجيب الجيم، وبلعب مع حوكشة. يعني ايه شكرا بقى يا بلعب مع باشا. حوكشة؟ لا وانا بلعب مع سيوحة على لا، فكرة. على فكرة انا يعني ايه بلعب مع حوكشة؟ يعني اجيب الجيم وانا مطمن، حاطط في كرش لا ما انا بطيخة واخدة صيف. بالي، لا انا ايوه واخدة بالي، العالم واخدة بالي عندي ان انت بدون مهتم. صور بروفايل في اللعبة دلوقتي، عرفت السبب. ما حكش نفس الكلام يا ايه، تسلمي لي على اللفايه. منورين يا حبش اخواتي نفس اللايف يا الكلام. جدعان، الناس اللي لسه ما عملتش لفات بالله عليكم كده بالحب، نعمل كده لفات ونروق الكلام. على فكرة انا لابسة ايه، حبش نفس الكلام. لا الصورة بتاعتك بره من غير صورة في البروفايل. يا لهوي على الهول، انا قافل ازاي؟ ماشي ايه الهول ده؟ هدلولكم. انا كنت قافله ايه على والله، الأول؟ انا كنت قافله اصلا، ايه اللي فتحه ما اعرفش. ايه ده، المشاهدات الجديدة نزلت ايه ده انت لسه ما خلصتيش؟ يا عم؟ تحدي لازمة يا ايه يا عم، شوية لازمة. بوتات؟ ايوه تحدي عندنا، تحدي اجيب 10 كيل واكسب الجيم. ثواني، مين بقى اللي بيقول علينا بوتات كده؟ هيكون مين غير آية؟ ايوه كده، لو حد تاني ما كنتش حاسس. سعدت الباشا محمد العدو. يا نهار ابيض يا باشا، يا باشا منور هنجيبها على اللايف يا فكرة باشا. يا ايه، هنجيب التحدي في شوال وهنغزك وهطلع لك رسالة في سعدت الدسكورد. الباشا، تحية يا باشا، منور اللايف والله. بقول لك ايه، شفت اسمها في السيرفر؟ اسم مين؟ شفت يا اسمها في ايه؟ السيرفر. اسلام داخل يقول انا شفت اسمي وسط الاسامي دي. قلت الحمد لله. يا انجي تسلمي لي على اللفاي. ابلع ابلع. انا ضربت ده عليك المفروض انتي؟ اتعامل معاه تمام، مش والله. انت بتلعبي هو فوق صح؟ هو طلع فوق، انا دمسته وخلع. يا لهوي، سلام عليكم، اوعي. طب معاك هيل؟ عيش حاجة، الواد بيهايل فوق. يا ابن اللعيبة جيه. اللعبة وقفت، اللعبة وقفت من العظمة. ايه ده انت خدت الايكيه؟
ماشي خلاص. يا عم انا مش عايزه الاي كي، انا عايزه السكار. طب انا عايز الاي كي بس كده. I got supplies. يا نهار اسود، اول كلايه اخويا الميشو عامله متشوكه. انا يا وجي في نفس نيني، ماليش دعوه بقى، ما تتعبوناش معاكم. انا عايزه اعيط. الأسلحة سنجل يا جدعان، 10 كل والناية. انتوا متخيلين الموضوع صعب قوي. يا بيكا تسلم لي على اللفاية اخويا البيكا. انا عيط دلوقتي. ايوه مش هلحق اطلع لك لساني يا آية، هتنفخ. المشكلة مش في الكلات، المشكلة في الوين. المشكلة في كل، في التعدي كله. والله والله قلت كده، انا قلت كده. والله المشكلة المشكلة في في الوين. التعدي كله. اصل احنا ممكن نكمبر عشان ناخد الوناية، فاهمة حاجة؟ لكن المشكلة، انا بالنسبة لي المشكلة في الكلات والله، مش 10 كل سنجل. تكمبر عشان تاخد الوناية بذمتك؟ انت بتكمبر وتاخد الوناية ممكن بذمتك بقى اكمبر عشان بنتك؟ اخد وناية يعني. انا لو جبت العشرة كل هكمبر. اهو مرسي، اهو يا مرسي الحالة والنبي يا مرسي. لفاها الله الله. سمعت استباية على فكرة، في ايه بوت تاني. استباية؟ ده مش بوت، ده بلاير اهو فوق. متأكد؟ اه والله. ولا طلقة الحمد لله. ده ماشي كويس، انت جبته. اللي بعد انا خايف. هو ممكن تاخد الكلات بوتات؟ ما هو ما فيش بوتات، ما فيش ما فيش كليتين بلايرز لغاية دلوقتي يا عم. ده لحد دلوقتي يخرب بيت الام 4 يا دي النيلة. ايوه مين اللي جاي ده؟ يا رب اهو اهو يا رب بط. ماشي يا بنتي بلاير، يا بنتي انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ والله يا ابني مشيته مشيت بوتاته ووقفت وقفت بوتات. انت ما شفتيش المنظر يا اماني؟ تسلمي لي على اللفايه. هو في ايه؟ في انا تعدي. ظهر لي فوداني ان هو بوت. انا ليا باللي انا سامعاه. يعني ايه باللي انت سامعاه؟ انا السماعه جابت لي ان ده بوت تحت. السماعه جابت لك تقرير. ايوه دي رجل بوت. حصل ام فور هنا لو عايزاه. لا ما انا اعمل لي، ما بيطلعليش غيره ورنا. اعمل شوب واروق على نفسي. اروق يابا. اجيب ايه بقى؟ اكستند وكم. منورين اللايف يا شباب، احلى مسا عليكم. عندنا تحدي، بص اللي جاي تدور على اخوها عندنا في اللايف دي. اماني؟ اه صح حسيت. منورة يا أماني. عندنا تحدي يا جدعان، نكسب أجيب 10 كل سنجل، الأسلحة سنجل، وأكسب الجيم. طب بقولك يلا بينا نتحرك، يلا يابا عشان ندور على بوتات. يلا يابا يلا يابا. مفيهاش سبايدر كده، مفيهاش كان في بقى ناس بتضرب من عند الريكول بس احنا. يلا يابا زون كده. يلا هو زعلان منك اصلا؟ زعلان مني ليه؟ انا مش عارف انا عملت I ايه. انا ماذا فعلت؟ صح انا بقول كده برضه. احنا المفروض نعمل الشانل نسميها اموسه بالرول بتاعتها. اه تروح لناس كتير قوي. كتير قوي. ايوه 3 كل ناقص 7 مستا مش مين. اه ده درش ناقص 7 يا درش. صعب 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 يا درش.
هو انا لو المفروض حذفتك للمرة بمولوتوف المليون. تزعل؟ إيه تحدي نجمة الموسم وكل موسم. يا دينا تسلمي لي على اللفاية، سموها هرمونات مش قاموس. انا ما ده ما انا ما استبعدهاش على خاص سي. يا ابو شوية بوتات، 3 كيلات ولا بوت فيهم ليه؟ يعني الأخير ده كان بوت. والله ما بوت، سكنات يا بنتي وليلة سعادتك انت. ما انت ايه؟ ما هو احنا لازم ما فيش عربية عربية خالص. يا زوزة تسلمي لي على اللفاية. زعقت له؟ انا زعقت له والله ابدا. يا علياء تسلمي لي على اللفاية يا علياء والله. انا هزعق لسيد ليه؟ هو انا سمعت صوت انا ممكن عربية من بعيد ولا اجيب متهيألي؟ ام 20 صح؟ في طيارة. أيوة الله، ام 20 كده نجيب ام 20 بكل الحب والتقدير. نرمي الطلق الخمسة ده كله كده. احنا ايه نعمل كده بس؟ احنا كده 100 100. علي يا رمضان تسلم لي على الكير. النت فصل عند كله تقريبا ما عدا انا، الحمد لله. مسا مسا يا علوة. بس هو يعني غالبا هيفصل يعني. طالما فصل عند كله يعني. هو انا لايف ولا مش لايف؟ اللايف شغال ولا مش شغال يا جماعة؟ ايه الأسئلة دي؟ حسبي الله في شركة وي. اه اللايف شغال صح؟ ايه اللايف شغال؟ يا فيصل تسلم لي على اللفاية، يا رضا تسلم لي على الكير. خليك انت في اللايف شغال ولا مش ما انا شغال، عايز صح؟ اعرف عشان اللايف حتى شغال. افتح بالاسبوع ده شغال اهو. بتاعي. سلام عليكم يا فيصل. وعليكم السلام ورحمة الله يا حبيب حبيب قلبي، منور اللايف والله. هلا والله شغال. ماشي ايوه خلاص، انا بطمن بس، انا بس بطمن. طب ايه، نروح على بوشنكي؟ ده خرج من السيرفر. لا كده سيد بيهزر يعني. ما انت زعلان مني؟ تعالى قول لي انا زعلان منك. انت عملت 1 2 3، لكن تتصرف من دماغك كده. تعالى كل الف هنا وشفا. لا لسه بيدرس. انا عندي على الموبايل فصل تقريبا. انا عايز اعرف ازاي بجد مفيش حاجة بتفتح عندي غير اللايف وواتساب. اه ده شكل كده في مشكلة مش عندي انا بس. منور الدنيا يا فيصل والله. عامل ايه؟ منورين يا اخواتي اللايف والله. اللي لسه ما عملش لفاية يعمل لفاية. الحق هو دي نفسك يا احنا جدع. رايحين على فين؟ انا مش عارف، انا بدور على اي فايد، اي حاجة في الحياة. طب يلا نروح على بوشنكي. يلا نروح على بوشنكي. يلا الكابل انقطع في البحر. طب انا عندي نت ازاي؟ ما انا عندي نت ازاي؟ حبيبي يا فيصل والله. عمو مارك بيلعب في الفيس كتير بيزهق يعني. اتمنى اللعب اللي بيحصل ده يبقى بعده اصلاح يعني. انا اتمنى. اسمعوا كلام موستا، لفايه وشرايه وكيس شيبسي. شيبسايه شيبسايه ماشي. وانا عندي نت ازاي بس؟ زبالة. انتوا موصلين من كابل تاني. يا سلام عليك يا مصر، سلام عليك يا مصر يا ام الدنيا. اخيرا عملت حاجة صح. اروح اذاكر. ربنا معاك يا اماني. ليه هو يا عم انا عايز عربية يا عم. هو الكبير بعد فزاع يقطع الخط. شوف قالت لي بوشينكي وقامت ايه.
ده احنا انت مش ملاحظه ان احنا بقالنا ساعه بنجري في الاوبن؟ يعني انا ما شفتش حظ اسوأ من كده الله، في حياتي. ايه؟ استنى يا جي، حلاوة الدرب. ايوه ما انا شايف الدروب، انت لسه شايفاه؟ حسبي الله في النت، كله بيشتكي من النت. لقيتي ايه؟ شجرة. لقيتي ايه؟ قولي. ايه شجرة والله يا اللبس. ايه اللبس؟ ايه مفيش سلاح متلوت؟ في كروزة انت مش عايزها. لا 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 مش عايزها. يلا يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا يلا بينا. ليه ليه؟ كله بيسيب من كروزة النت. سنجل يعني. بتقطع فين بقى؟ في أنهي حتة؟ في البحر. لأ يعني في ايه اللي مقطوع عندهم دلوقتي؟ الناس دول منين؟ مش عارف، السعودية يمكن. طب انا اسيب مسلسلي المفضل لمين ناو؟ والله علياء يعني ايه، اعتبريني المسلسل المفضل. تتفرجي على مسلسل ايه علياء؟ يا تيكا تسلم لي على اللفاية. يا عمور تسلم لي على الكير يا حبيب قلبي. ايه ده يابا ملك؟ السلام عليكم. ايه ده يابا؟ ايه ده يا غالي؟ فيا اتفجرت. عربية بشت. هاتوا هاتوا، انت عايزه كلت؟ انا مش عايزه. بيبص على زميلي. انا مت. لا ما انت مساعدة من عندك بقى اي حاجة. بحاول والله. اهو واقف لك كفر هنا. صعب اوي. ما انا بتكتك له انا كمان. يا مودي تسلم لي على اللايك، ويا عمور تسلم لي على الشيرات دي كلها. ايوه اعملي تيك 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 كده. بس يا اللعبه فريز. عاش يا نوب. ماشي، مساء الخير يا جيه، مساء الخير الموجودين. حبيبي يا عمور مساء الفل عليك يا حبيب قلبي. اي حاجه للعنايه. اقسم بالله اخويا زياد قاسم الرايق. انا بقى هاخد السبايدر. انا لو كان معايا السبايدر كنت خلصت هو اصلا كانوا. يا عم اتنين يا عم، عيب عليكي، كنت هطلع فوق الهنجر والله واعمل مشاكل من فوق يا عم اتنين بقى يا عم. والله. وانت يا عمور والله تسلم لي، تسلم لي حبيب قلبي. ولا يا سيد بتخرج من حقك السيرفر بتاعي؟ حقك، خلصان ده خلصان. انا عم فخك يا شخورة.